قال لا يجوز حزب سلفي. هاك شفت الآن، احنا كنا حزب الجبهة الإسلامية، كانت حزب ولا لا؟ ودخلنا عملنا انتخابات في ظل قوانين تاع ماذا؟ تاع الجمهورية ولا لا؟ ونجحنا ولا ما نجحناش؟ وها المجلس الدستوري، ها عدد المقاعد المحررة في الدور الأول 223، الجبهة الإسلامية للإنقاذ ادات 188 مقعد. ها مكتوب رئيس المجلس الدستوري عبد القادر بن حبيس. مشينا للسينيتا. لماذا قتلتونا؟ لماذا قتلتونا؟ لماذا سجنتونا؟ لماذا سجنتونا؟ لماذا حكمتونا يا طواغيت؟ لماذا؟ 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 يا كان الدستور يقولها، الدستور يقولها السيادة موجودة، هذه مادة من الدستور، السيادة هاي تقول للشعب، تقول للشعب المادة 10، الشعب حر في اختيار ممثليه. احنا كاش ما قتلنا واحد وقلنا له سيس انتخب بالسيف، شكون اللي عفس في الدستور؟ احنا ولا هو؟ سبحان الله. ها قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. عندك باش تغير النظام كاين عندك ثلاث طرق، طريق السلاح وطريق الشارع وطريق الصندوق، صح ولا لا؟ هذه ثلاثة الطرق، التوانسة والمصاروة حطوا الشارع ولا لا؟ وغيروا ولا لا؟ كاين اللي يحب يغير بالسلاح ولا لا؟ السعودية غيرت بالسلاح، نحاول حاكم باش بسلاح. دولة قامت على السيف، لا صندوق ولا شعب ولا شارع ولا هم يحزنون، وهي معترف بها دولين ولا لا؟ طيب احنا باش درنا؟ بالصندوق. احنا بالصندوق، احنا درنا ثورة بالصندوق، هذه يسموها ثورة البيضاء. درنا ثورة بيضاء لا دماء فيها، وخرجوا الشعب وشباب وفرحانين، فإذا بهم الذين يحيكون في الخفاء اللي قال عليهم بوتفليقة، تفقوا وداوا 17,000 للصحراء وقتلوا الناس ودخلوا للديار وعملوا شيء يعملوا. إذا احنا كنا نخدم فيه الشرعية، من الذي خرج على الشرعية بمفهومهم؟ هذا يتحكموا ولا ما يتحكموش؟ بس على العبد الضعيف إلى الله، والشيخ عباس الله يحفظه ان شاء الله باذن الله، وخاوتكم القاده تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ الاخ عبد القادر الحشاني الله يرحمه برحمته، دخلنا للحبس ولا ما دخلناش؟ وتحاكمنا ولا ما تحاكمناش؟ ونفذوا فينا الاحكام واللي نحاولنا كاش واحد يوم دخل الحبس، واللي نحاولنا كاش واحد يوم دخل الحبس.